بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. قناة مستشفى الأعشاب دكتور هيربالست معكم. اليوم نتكلم عن الزيوت الأساسية التي تتناسب مع مزاجنا. الحقيقة ثقافة العلاج بالزيوت العطرية في الدول العربية غير موجودة، بينما في دول العالم نجد مدارس وجامعات وكليات تدرس العلاج بالروائح والزيوت العطرية النباتية العضوية البيو. الروائح الجميلة تلعب دور في تأطير النفس، في ضبط الأرواح. عندما نشم زيت الورد أو عصارة الورد نفرح وتشمخ نفسيتنا نحو الأعلى. الزيوت الأساسية التي تتناسب مع مزاجك وتؤازرك في ضبط العقل والقدرات العقلية وضبط الأرواح. أولاً زيت إكليل الجبل. زيت إكليل الجبل هذا الزيت الرائع يعزز العقل، يعزز الطاقة. هذا الزيت هو اختصار رائع لتنظيف دماغ الصباح الضبابي. الصباح عندما نستيقظ من الرائع أن نشم رائحة زيت إكليل الجبل، لأنه يزيل الضبابية عن الدماغ وخاصة في الصباح. هكذا يحتوي زيت إكليل الجبل على العديد من الفوائد الصحية. يساعد في تحسين التركيز والذاكرة وإزالة الصداع، وخصوصا صداع الصباح. هناك أيضا زيت النعناع البري. زيت النعناع البري هذا الزيت معروف بخصائص التبريد الفائقة بعد زيت إكليل الجبل. يعتبر هذا الزيت هو الزيت الموصى به تقوية العقل. قد يساعد رذاذ سريع من زيت النعناع البري على زيادة مستوى الطاقة وإزالة أي إجهاد. هناك زيت آخر معروف في الدول العربية وهو زيت لحاء شجر القرفة. زيت لحاء شجر القرفة له خصائص تعزز العقل. يوصى بإضافته إلى ناشر ماء، يعني نخلطه مع ماء ونبخر البيت به، نخلي البخار يملأ المكان، أو نستنشقه من خلال موزع ماء، يعني نضيفه على ماء في أدوات كهربائية يوضع فيها ماء ويضاف لها الزيوت الأساسية العطرية، ويقوم بتبخير هذا الماء مما يضفي على المكان طاقة إيجابية كبيرة جدا. هناك أيضا رابعا زيت الليمون الأساسي. هذا الزيت الذي أعشقه كثيرا وأحبه كثيرا. يعرف زيت الليمون بقدراته على رفع الحالة المزاجية على الفور، كما أن إضافة هذا الزيت إلى الموزع أو ببساطة في راحة اليد، ويمكن أن يساعد على الحفاظ على العقلية الغائمة. الحمضيات، زيوت الحمضيات كلها تنقض الحواس وتقوي العقل ولتنهض بالأرواح وتعزز الطاقة الإيجابية بشكل ممتاز جدا. هناك زيوت أساسية أيضا ترفع المزاج، مثل زيت اللبان
يساعد زيت اللبان على تحفيز الجهاز المناعي بالجسم، ويساعد على الشعور بالإيجابية. زيت اللبان يجعل الإنسان يشعر برائحة الأجداد، رائحة الإبداع، رائحة التحفيز، الطاقة الإيجابية العظيمة جدا. هناك زيت آخر هو زيت اللافندر، لافندرا، زيت اللبا، زيت الخزامة. إن زيت اللافندر له خصائص مهدئة ومهدئة قوية، تساعد على الاستيقاظ والشعور بالانتعاش. زيت اللافندر يحمي هذا الزيت العطري العقل والروح بشكل طبيعي من المشاعر السيئة والتوتر، يزيل المشاعر السيئة، يزيل التوتر، يزيل الأشياء الغير مرغوب فيها في الروح في العقل، يزيل الحزن وما إلى ذلك. هناك أيضا زيت المريمية، هذا الزيت مفيد جدا لتعزيز مزاجنا. التركيبات الموجودة في زيت المريمية تتميز بفوائد مذهلة، يقتل القلق والتوتر. وهي وزيت المريمية من أدوية من الزيوت التي تكتسح الاكتئاب بشكل ممتاز جدا. دعونا نتعرف على عينة من الزيوت والمزاج، تأثير كل زيت والمزاج. بشكل عام زيت اللافندر هو زيت روحاني بشكل عام، يعني لجميع الأشياء العقلية والنفسية والمزاجية. اللافندر يستخدم بشكل عام للحالة النفسية. الأفضل للعلاج بالروائح هو البرغموت والمريمية، اللي نفسيته تعبانة وبدي عالج حاله، البرغموت والمريمية ممتازات جدا. واللي عنده يشعر بأنه مسحور أو عنده تلبس وما إلى ذلك من الجن أو الأرواح الشريرة، البرغموت والمريمية لتحسين المزاج. إذا مزاجك متعكر وتريد تحسين مزاجك، بلسم الليمون والإيلانج إيلانج، بلسم الليمون وزيت إيلانج إيلانج. إذا كان عقلك تعبان وتريد تهدئة العقل، عندك زيت الريحان، عندك زيت الباتشولي، عندك زيت زهرة زهر البرتقال، من الزيوت الرائعة جدا لتهدئة العقل. إذا كنت لا تستطيع النوم أو عندك اضطرابات في النوم، فعندك زيت حشيشة الهر وزيت حشيشة الليمون، سنترونيلا، زيتين عجيبين جدا لمساعدتك على النوم. إذا كنت تريد التأمل، تحتاج إلى الصفاء الفكري، إلى التأمل، إلى الراحة العقل، زيت اللبان وزيت خشب الأرز. إذا كنت تحتاج للاسترخاء، البابو، زيت البابونج الروماني، زيت الرودو دندرون، وترون صورته في الفيديو، زيت الرودو دندرون كما ترون صورته في الفيديو بزهوره البنفسجية وألوان أخرى. إذا كان عندك توتر، فإن أفضل شيء هو زيت الورد وزيت النعناع. كل هذه الزيوت تحسن الحالة العقلية، تحسن النفس، تزيل الطاقة السلبية من الجسم،
تزيل أرواح شريرة من الأرواح تؤازرك في ضبط شخصيتك. إذا عجبكم الفيديو شاركوني بالواتساب الأب الله يرحم الوالدين، فيسبوك، تويتر، تيك توك. عبد العزيز العشاب كان معكم، شكرا، ميرسي.